رنيم الوليلي في شهر اكتوبر القادم، ودي حاجه مميزه جدا ان فعلا رنيم الوليلي بطله العالم في الاسكواش دلوقتي، وهي المحتله محتله يعني او متصدره تصنيف لاعبات الاسكواش في العالم، تصنيف الدولي او التصنيف العالمي، هي رقم واحد. فيعني لازم تتكرم ولازم نفخر ان احنا عندنا واحده زي رنيم الوليلي، رقم واحد على الاسكواش في السيدات في العالم دلوقتي، فحاجه جميله جدا. وكان في امبارح تكريم كمان المهندس خالد عبد العزيز لرنيم الوليلي لاعبه مصر في الاسكواش، ورحنا امبارح صورنا اللقاء والتكريم، فتعالوا نشوف يعني تكريم المهندس خالد عبد العزيز وزاره الشباب والرياضه لرنيم الوليلي اللاعبه رقم واحد على العالم في الاسكواش للسيدات. النهارده يوم خاص شوية، احنا بنتكلم بطلة عالم، فيعني نمرة واحد على العالم في لعبة الاسكواش. لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يكون عندنا فتاة مصرية تتصدر الترتيب العالمي في أي لعبة من الألعاب، مش بس في الاسكواش. معانا رنيم الوليلي، الحقيقة يعني أنا سعيد بيكي جدا يا رنيم، وعايز أقول لك إن أنا قبل ما أبقى وزير رياضة أنا كمان وزير شباب، فإنك أنت بتمثلي الشباب المصري والفتاة المصرية، إنك تقدري بالتدريب والاجتهاد إنك توصلي إنك تبقي بطلة العالم في الاسكواش. أنا عارف البطلة العالم اللي كانت موجودة نيكول ديفيد، أعتقد يعني كانت مسيطرة على اللعبة، وكان عشان حد يكسبها ده موضوع يعني حلم، لكن أنا شفت قد إيه أنت يعني بتمرنتي كويس وبذلتي مجهود وتعبتي قد ايه وسفر من هنا لهنا عشان يعني تصدري الترتيب العالمي. بنحييكي جدا وببلغك فعلا يعني بجد تقدير القياده السياسيه ليكي، لان الحقيقه انت مش بس شرفتي الرياضه المصريه، لا وشرفتي كمان الشباب المصري بشكل كبير قوي. وانا اعتقد زي ما كنت بقول لرنيم قبل ما نيجي ان الشهر اللي فات كان فيه رنيم الوليلي تعتلي قمه الترتيب العالمي في الاسكواش، وإيهاب عبد الرحمن يحصل على أول ميدالية فضية في تاريخ لعبة ألعاب القوة من أول ما اتعمل الاتحاد الدولي 1910 ل 2015، 105 سنة. فكان دول أول مرة يحصلوا في وقت يعني أعتقد كان شهر تاريخي أغسطس 2015. أكيد سنين وسنين وسنين من التمرين واللعب والسفر ومدربين على مدار سنين كتيرة هم اللي قدروا إن هم يوصلوني للمستوى اللي أنا فيه النهاردة، طبعا بشكرهم كلهم. السنة دي بالذات هي اللي فرقت في ان انا اوصل لرقم واحد، يمكن انا كنت وصلت لرقم اتنين قبل كده وكنت رقم اتنين لسه من شهرين، بس فرق كبير قوي ما بين انت تبقى رقم اتنين ورقم واحد في وجود واحدة زي نيكول ديفيد، لان هي بتكسب كل الالقاب، وان انت تعديها في الترتيب ممكن تكسبها مره، ممكن تكسبها مرتين، تكسب بطوله بطولتين، بس هي كسبانه التسعه التانيين، فبيبقى صعب ان انت تعديها مهما عملت يعني. ففكره ان انا قدرت اعديها ده جاي طبعا من نتائجي ومن نتائجها، لان انا فزت عليها يمكن مره بس السنه دي، بس في غيري فاز عليها اكتر من مره. انا قدرت ان انا اكسب اربع القاب السنه دي، اوصل للنهائي بتاع اتنين، ده كله بيوصل ان انا النهارده اكون رقم واحد. انا احب اشكر سياده الوزير ان هو يعني بيقدر الرياضيين وبيقدر الانجازات الرياضيه. يمكن هو طلع لها مكافاه استثنائيه النهارده ب 200,000 جنيه، وده رقم يعتبر رقم كبير بالنسبه للمكافئات اللي احنا بناخدها في لعبه الاسكواش، واحب ان انا احييه واشكره جدا على المبادره دي. واحب اشكر طبعا كل القنوات الفضائيه اللي جت غطت النهارده المؤتمر الصحفي، وطبعا يعني انا سعيد جدا بالانجاز بتاعها وان شاء الله تكمل الانجاز. طريقه عمل ان احنا ازاي نكرم ابطالنا، رنيم من ضمن المنظومه، احنا بنكرم بطله عالم، فاذا التكريم بداناه من فتره طويله.
سواء التواجد مع الاتحادات الرياضيه في طلباتها، الاستعداد لبرنامج ريو دي جانيرو، المشروع القومي للناشئين المتتبع لريو دي جانيرو. زي ما كرمنا إيهاب عبد الرحمن وزي ما كرمنا كل أبطالنا، نقول لهم الدولة وراكو معنويا وماليا في زيادة سرعة الحافز. كمان بنعرف البرنامج المستقبلي ايه، بنشوف ايه اللي ممكن يكون عوائق للعب او الاتحادات، بنيسرها بحكم امكانياتنا وامكانيات الاتحاد. في سيستم عمل يسمح بالاستمراريه في وزاره الشباب والرياضه. السيستم العمل احنا موجودين في الوقت الحالي في ايمان ده قرارات يعني سياسيه ايا كان الوضع، لكن كتنفيذيين موجودين بنظام عمل ثابت. ايه اللي هيحصل في استعداد ليه؟ لان احنا يعني في منظومة حكومية لها روتس لها عمقها. ايه في المستقبل القريب ممكن يحدث؟ احنا مستعدين لأدائه في متن عمل اداري منظم. ايه اللي في المستقبل ايا كان الوضع في استعداد عملي يعني ليه؟ لا، احنا وزير الشباب والرياضه في حكومه التسهيل العام المهندس خالد عبد العزيز، انا مساعد وزير الشباب والرياضه، لا نفكر في غير ذلك. والله الوضع قادم في الرياضه، نتائجنا واستقرار بلدنا شيء يعني يبشر بكل خير. الاستحقاق الثالث بقى موجود للانتخابات مجلس الشعب، ودي اللي ممكن يكون آخر استحقاق سياسي هيؤدي إلى كمان مرحلة أو مراحل هدوء كرة القدم وانعكاسها على كرة القدم وحضور الجماهير. أعتقد يعني الفترة دي مؤقتة، احنا أعتقد في شهر نوفمبر هيكون الجزء الأخير من انتخابات مجلس الشعب. الدوري لو بدأ شهر 9 هيبدأ في شهر 10 تقريبا، في شهر 10 يعني في فترة زمنية صغيرة هتكون برضو من غير جماهير، ده توقعات وليس شيء يعني قرارات. فنتوقع ان هو بعد كده يكون الأمور أسهل وأيسر يعني إن شاء الله. زي ما قلت قبل كده، أن رنيم الوليلي أول مصرية تتبوأ هذا المركز العالمي. معرفش في حد تاني قبلينا خد مركز في لعبة تانية، بس أنا مش عارف الحقيقة. لكن هي الحقيقة تعبت كتير على ما وصلت لهذا التايتل الكبير، أتمنى أنها تقدر تحافظ عليه، وأنا متأكد أن عندها تحدي كبير إن شاء الله هتحققه. إحنا بفضل ربنا من انتصار لانتصار، وطبعا فرحتنا الكبيرة برنيم ودخولها اعتلاءها للتصنيف العالمي للسيدات، وسيدات مصر كلها في كل اللعبات هي بتعتبر أول فتاة مصرية تعتلي صدارة لعبة. فطبعا ده حدث عالمي مش مصري بس، ده على مستوى العالم. وفي نفس الوقت احنا عندنا اعتلاء الصدارة للرجال محمد الشرباجي، وكان قبليه رامي، وكان قبليه عمرو شبانة، وبالتالي مصر بتعتبر هي رقم واحد في صدارة الاسكواش للأربع منتخبات. يعني من النادر انك تلاقي اتحاد بيشارك في بطولات عالم بأربع منتخبات مرة واحدة.